عليكم. احنا الطلبه اللي جينا من اوكرانيا بولونيا، وحنا دابا في فارشافا. كنشكروا جلاله الملك على المجهودات ديالو، وكنشكر سعاده السفير والناس اللي معاه، الطاقم ديالو، وشكرا بزاف. السلام عليكم. حنا طلبه من اوكرانيا، كندرسوا في اوكرانيا مدينه فاس. كنشكر جلاله الملك نصره الله على المجهود ديالو وعلى الناس اللي طبقوا القوانين ديالو، منهم السيد السفير كنشكره بزاف، وكنشكروا السي وجيعه والسي محمد على كل المجهود ديالهم، على جميع الصعوبات اللي دوزناها في الطريق، عاونونا بزاف وعطاونا كل شيء، وكنشكرهم بزاف. والله عاش الملك. حنا طلبه اللي جينا من اوكرانيا لبولونيا. هنايا في بولونيا بارك الله وصل العلبي، الناس وقفوا واحد الوقفه مزيانه مع الطلبه، كيمشيو كيجيبوهم كيتهلاو فيهم، والسفير الله مبارك وزيد عليه بصراحه التعليمات اللي عطاها جلاله الملك نصره الله، يعني نطبقهم كما هم احسن من ما كناش كاع متوقعين بصراحه. ولكن تبارك الله عليه، تبارك الله صلى النبي، هلا فين واحد التهلو ما كاينش، لا ما يعني ما كيفرض عليك تخرج ولا تدخل ولا كيمشي معك بالقانون، كيتهلا فيك حتى الفلوس عندك يقول لك هاك سير، اليوم جينا خلصوا الطاكسي يقول لك ما تخلصوش، لا اجي نخلص انايا. ولكن عاش الملك، الله يبارك فيك، الله يطول لك عمرك. والناس اللي خدامين مع السفاره تاهما تبارك الله، السي محمد سي حميد، والله والله العظيم انا نقرا الناس، الله يعمرها دار. السلام عليكم.